تزيد في القيمة. ميتان جمعة 3 مايو 2019، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد، هو الأخير من ميتان الموسم هذا. معكم إسلام المدة من قدام الميكروني، استجويني في الأعداد وفي الإخراج، عفوا إسلام المدة في الأعداد والتقديم، معنا كذلك رفيق الهرقام زميلنا موجود معنا كالعادة في ميتان. أهلا بك رفيق. مرحبا بك إسلام. موضوعنا اليوم في ميتان هو صعوبات ملاعبية النخبة في التنس. على هذاك يحضر معنا في الاستوديو مدام سيدة سلمى المولهي رئيسة الجامعة التونسية للتنس. أهلا بك مدام. أهلا بك ومرحبا بكل مستمعين إكسبريس إف إم. موجود أيضا لاعب التنس عزيز دوغاس في إكسبريس إف إم. أهلا بك عزيز. أهلا بك، حايشك على الاستضافة ومستمعين إكسبريس إف إم الكل. مرحبا. دونك حابين نبداو الحصه، كانت باش تكون معنا لاعبه التنس انس جابر لاعبه تونسيه المتالقه، لكن الحصه التدريبيه نتاعها مشكوره على كل هي ديكلات شويه الحصه نتاعها واعطتنا شويه وقت. موجوده معنا بالتليفون انس جابر، اهلا بك. مع السلامه ومرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام، ونحب نسلم على مدام سلمى وعزيز دوغاس. هاو معك تجب تسلم عليهم في الديريكت. اهلا مرحبا بك. بس كما كنت تسمع الموضوع متاعنا اليوم في إكسبريس هو صعوبات لعبية النخبة في التنس، حابين نحكي معك أولا اش معناها لاعب نخبة في التنس، انت تفسر لنا وشنو ينجم باش ينجم يدخل البلاد خصوصا من ناحية الموارد المالية والديفيز اللي قاعدين يدخلوا فيه البلاد. والله يشوف ما كتعرف يعني جور متاع تنس بروفيسيوناليزم كما اي جور متاع اي سبور اخر لازم يكون بيان انتوري، عنده انترونور باهي بريباراتور فيزيك كيني واكيد يسافر باش يلعب برشا تورنوات، خاطر تنس كل جمعة فما تورنوا وهذا يطلب برشا مصروف، خاطر نوصل ما تصرف على روحك مي زد تصرف على الستاف متاعك الكل، وباش تقدم في الكلاسمون باش تكون حاضرة أكثر لازم تكون تحضيرات باهية وتكون يعني كيما الجوالات الأخرين اللي نشوفوهم البرا. علاش يعني ديما يطرحوا السؤال يقولك علاش البرا خير منا، خاطر ديجا عندهم الإكسبيريونس وأكيد الإمكانيات متوفرة أكثر من عندهم. يعني مشكورة الجامعة اللي تعاون فينا باللي تقدر، ديما فما حاجات لازم نزيدو نطوروا فيهم اكثر وان شاء الله ماشيين في النيفو صحيح وان شاء الله نزيدوا برشا جوارات اخرين يطلعوا ان شاء الله. كنت انا سالتك كيفاش تجمع الدخل وتعاونوا البلاد انس، هذه الصعوبات الماليه قاعد عائق كبير في الثنية نتاعكم، خصوصا رغم ذلك قاعدين سيرتو انت ومالك خاصه قاعدين تحققوا في نتائج كبيره رغم الصعوبات هذه. معناها اكيد يعني اي واحد بشويه صعوبات، يعني الاكثريه الفترات في البدايه هي اكثر جوبونس بيريود صعيبة للجوار، مي تو في كلاسمون كي من هكاك يعني خير برشا. بون مازال فما حاجات مسحقينهم، مي ديما الحمد لله يعني واحد تعدى بظروف صعبة كبيرة كيما دي فوا انا ما نرقاش باش نخلص باش البيي نتاعي وكل شيء وتتحط في مواقف صعيبة شوية، مي الحمد لله هكا بشوية بشوية نحاولوا ديما نقعدوا بوزيتيف وباش تتحسن السيتواسيون ان شاء الله. أونس عسلامة رفيق معاك، قل لي مش نسألك انت تو تبارك الله بعد التورنوا نتاع موسكو عملناه وطلعت في باليه ورجعت في التوسون تبارك الله وعملت لي لون والديبار اللي حق عملته عندك مدة بالتالون اللي عندك اون تيرم دو سبونسورينغ واستشهار، فماش حاجة جديدة انت استراتيجية نتاعك، فماشي دوتور سبونسور سورتو البرا معناتها كي سونت انتريسي اللي نجموا يستغلوا الصورة نتاعك الباهية والناجحة، كيفاش احكي لنا شوية. مشكورين في تونس يعني لي سبونسور نتاعي يعاونوا في بلدي البرا الحقيقه كيما تعرفوا كيما اي جور عندي التكستيل وعندي لي راكيت مي شركه عالميه كبيره البرا الحقيقه لي وانا انتونو نحب ماذا بيا فما شركه عرب يعني عربيه كبيره يعني ان شاء الله نهار نوصل نجم تكون هي سبونسور نتاعي ونعمل خدمه مزيانه برشا بيسكو يعني انا ما مثلش كان تونس مثل العرب مثل الافريق، فهمتني هذه حاجه مهمه ياسر لي انا اكيد تونس بلادي وحاجه تشرفني زاد البرا ما فما يعني العرب والافريق سي تري تري امبورطون.
مثال سميوها أنس، كان فما فما مفاوضات مع الشركة هذه ولا فما حاجة؟ لا لا، ما فما حتى مفاوضات. بون نعطيك اكزامبل نتاع إماراتية قطرية، فهمتني؟ هما الشركات اللي فريمون ينجموا يعملوا حاجة، خاطر أبخي تو هما موجودين الأكثر الإماراتية في التنس، مي أبخي القطرية والإماراتية فهمتني هما زوز شركات معروفين برشا و سبونسور باش نثقل عليهم انا. قل لي يونس، انت شنو نصيحة تعطيها للملاعبيه اللي طالعين توا جدد واللي دخلوا مازال كي دخلوا في العام الاول اللي هو العام الصعيب نتاع سيركوي بروفيسيونيل، كو سوسوا ا تي بي ولا دبليو في تي، معناتها حتى او فوتور، شنو نصايح تنجم تقول لهم؟ والله حسب الاكسبيرينس الصغيره نتاعي، اكثر حاجه خاطر نتعديو برشا دي سيتوياسيون خايبين، دي بليسيور سورتو اللي هو اكثر انمي للجوارات تاع التنس. أكيد من الأول يلزم الواحد يأمن بروحه على الأخر، يلزم يتعلم برشا، خاطر صحيح توا يبدأ يكون عندك أنترونور وكل شيء، ما هو لي فال أنترونور ما يهموش فيك 100%، فهمتني؟ يعطيه مثلا ياخذ شهريته ويمشي على روحه، فهمتني؟ مي فما دي فايز ممكن تجبد أكثر معلومات من عنده، خاطر أبخي تو في وسط التيران باش تكون وحدك، باش تكون تلعب وحدك، باش تصلح أنت ونهارك ودروار فير نتاعك، باش ترقى لي لي تيت موديفيكاسيون، يعني ما سي با تكنيك على الاخر، مي زاد تكتيكيا تكون تنجم واحد يكون تكنيكمون اقل وتكتيكيا خير في الماتش ويربح، فهمت؟ دونك هذيك نصايح نجم نعطيهم، ومن بعد يعني ان شاء الله بشويه بشويه بالخدمه كل شيء يجي. دي فوا يعني يا دي ديفيت يجيو راهو بعضهم وسي نورمال، يعني لازم برشا صبر زادا، اكيد اكيد فما برشا صبر، يعني ان شاء الله يعني نشوفوا عزيز اللي بحذانا يكون حاضر parmi les meilleurs، ان شاء الله لي توب دو سون توب. لازم تعدي له ميساج في الديريكت، ميساج شون تي خفت هذاك. والله يا عزيز ما احنا يعني نلعب وديما نترينيو دو طون 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 مع بعضنا، كيبدا في تونس وانا في تونس، نشجعوا برشا، الى ان غو بوتونسييل، وسورتو قواشي مانيش برشا قواشي في تونس، دونك سي نوتر رافائيل نادال دو باهي. مدام سلمى حاب نسالك وانس تسمع فينا، قالت الجامعه تحاول تعاون فينا، كيفاش تقسموا ميزانيه الجامعه، الميزانيه نتاع الجامعه بين انس ومالك سورتو والملاعب بقيه الملاعبيه، وهل انه الدعم من الوزاره كافي بالنسبه لكم انتوما ولا لا؟ هو باش نبداو واضحين، هو الدعم انس ومالك عندهم كونترا اوبجيكتيف اللي هما البايور دو فون نتاعهم هي المينيستير، واحنا اليوم بفضل المستشارين كما كنت نقول واللي هي اول مره تسمى جامعه تونسيه، براتيكمون نصفقوا 70% من الموارد الخاصه نتاعنا، والوزاره ما تعطينا كان 30%، كنحبوا نحكيوا اليوم شويه ارقام. احنا اليوم مثلا لعبه كيما انس احنا مقصرين نسميو معاها ولا مالك، على خاطر وفات احنا اليوم عندنا كل الفئات من الفئات الصغرى للفئات الكبرى، واحنا مطالبين كجامعه ان نقفوا معاهم وندعموهم، ندعموهم بيان سور ماليا، هذاك عليه اليوم السنه بدينا ندخلوا شويه ولينا ندعموا اللاعبين. كيما تشوف انس اليوم بوتيتر قاعدين نخلصوا في المعد البدني نتاعها، واللي قاعد يقوم بخدمه جباره اللي هو زوجها في نفس الوقت، ويظهر لي حتى لهوني انا مقصره معاه، معناتها ما جو فوا لو ترافاي اللي قاعد يعمل فيه يستحق اكثر. كذلك مالك دونك عنده المينيستير هي اللي تصرف عليه، مي اليوم دخلنا للوليدات كيما دوغاز وشرقي وعملنا لهم دي كونترا اوبجيكتيف، وسناب دينا ان شاء الله نصرفوا عليهم مش ان غون مونطون بعد نحكيوا عليه، خاطر يظهر لي وقيت باش تلاهوا بهم الوليدات هذوما باش يخلطوا للترتيب العالمي اللي هو كما قال رفيق من 200 القدام. عزيز انت كي تشوف انس ظهرلي وهي ومالك سيرتو قاعدين يحققوا في نتائج كبار تو، وانت في بدايه كما نقولوا المشوار نتاعك، ولو اني مش اكبر منك برشا 3 سنين، ظهرلي هي ظهرلي حافز يمثلكم هذا الملاعبيه الصغار كيفكم انتم. بالطبيعه كي نشوفوا انس ومالك اللي يعملوا في دي ريزولتا كيكا ويزاريف معنا بالشرف في تونس في النيفو هذاك، سا دوني الموتيفاسيون اللي نحن نمنوا اكثر برواحنا، ونشوفوا اللي علاش ليه فما توانسه عملوا وصلوا لوبجيكتيف هذاك، وهما يعطيهم صحة ياسر يعاونوا فينا وديما هوني بور نو كونسيي وكل شيء، دونك بالطبيعه سي 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 ان بوان تري بوزيتيف لينا احنا. ما جاوبتهاش بالحق خبزتها. لا لا قلت لها لازم تجي تبارك نشوفوا. اسمع فيه الكلام راه. باهي مشكورة أنس، يعطيك الصحة سيرتو خاطر نخليك تمشي ترينا هذوك، خليك كلمة الختام شنو تحبش تحب تكمل. ميرسي جوست تعليق على كلمة مدام سلمى، يعني فريمون مشكورة، خاطر سي با ريان دو تو لو فيت لي لا بخي مون شارج البريباراتور فيزيك.
خاطر سيتي لا بروميير اني يعني اللي هي امنت بالحكايه وهي عاودتني ما كنتش يعني خاطر صافي كوم ام دوزون مع كريم ومشكوره يعني باي حاجه تنجم تعاوننا بها الجامعه واكيد فهم برشا خدمه كبيره قاعده تصير ولي تورنوا اللي صاروا توا ديرنييرمون وسورتو بور كريم بون ايكيب دو فيت كاب ان شاء الله نحس لهنا ماشيين في شوما به برشا وعلاش لي انا نتمنى نشوف بنات معايا كنا نلعبوا بالكدي ونلعبوا بالفيت كاب وعلاش لي نوصلوا حتى الجروب مونديال سي با امبوسيبل ونشجع برشا عزيز دوباز ان شاء الله يكمل هكيكه و حاول يربح معي شوية كهو يعطيك الصحة ونصب التوفيق ليك مسنسين نبدأ الحصة متاعنا بالموزيكا لكن حبينا نعمل شوية بعدنا شوية بخصوص تليفون مع أنجي بنمشيو للموزيكا بعد مواصلين الحصة متاعنا حتى الخمسة متاع عشية مع ضيوفنا اليوم مدام سلمى المولهي رئيس الجامعة التونسية للتنس وكذلك اللاعب عزيز دوغاس.
خمسة متاع شيء. ما دام نحكي تنس اليوم رفيق مالك أيوة. الجزائري يلعب حاليا ماتش مهم في الكارد فينال نتاع بطولة في البرتغال ضد اللاعب البلجيكي غوفان دافيد. حاليا سيت الاولى 3-3 بين مالك واللاعب هذا. نعطيكم اكيد معناتها باش نمشيو في الحصه نعطيكم الريزلتا وين وصلت ان شاء الله. على كل باش نبداو الحصه تاعنا كالعاده مع ربريك الاستاذه ريم البجاوي من الاخر. ملخ عسلامة ومرحبا بكم في ملخ. اليوم باش نحكيو على سبور ياسر كلاس وكل متعة كيف نتفرجوا فيه. هو تنس عالم الكرة الصفراء. سخرنا الكل عدينا القوي نتفرجوا في رولان جاروس وعرفنا دي ستار. من أول الدنيا تنس سبور متاع لي غيش وبالطبيعة تونس ما تخرجش على القاعدة هذي. باش تتعلم التنس يلزمك فلوس باش تشري الغاكيت والتهنو اكسيتيرا. بيان سور تقيد في كلوب اللي أغلبيتهم في بلايص راقية. وأغلبية اللي يعملوا سبور هذا هاوي على خاطر باش تكون محترف لازمك ميزانية فيها برشا أصفار. وصحيح عنا رياضيين نخبة واللي تتكفل بهم الوزارة، أما حكاية فارغة مقارنة بالمطلوب في العالم باش نزاحموا في الدورات العالمية. أما ما يلزمناش ننساو ونشكروا أبطالنا اللي وصلوا شاركوا في أكبر الدورات كيما مالك الجزيري، أنس جابر وسليم أصفر رغم الإمكانيات اللي عندهم. على خاطر كيف نشوفوا تحضيراتهم ونشوفوا في العالم إيش يعمل نفهموا اللي يعملوه نجموا نعتبروه إنجاز، رغم اللي فما بلدان ما يبعدوش علينا في الإمكانيات المالية في البنية التحتية، أما وصلوا للعالمية وهزوا أكبر ألقاب على خاطر عندهم استراتيجية وأهداف. احنا في تونس التنس كيما لي سبور نتاع لي غيش الكل اكثر منه منتور سياحي من انه يكون رياض، على خاطر قليل وين ما نلقاوش دي تيران دو تنس في الوطن نتاعنا باش يجيونا اكثر عدد من لي توريست. اما في المقابل كيف نزيدو نبعدو شويه اكثر ما نلقاوش دي تيران اصلا، وراه ما عندناش تقاليد نتاع تنس في تونس. وحتى لي سبونسور اللي عندنا ما حاولوش ينظموا دورات كبيره كيما اللي صاروا في المغرب والخليج على خاطر يلزم برشا فلوس باش يجيوك لي ستار. من الاخر تنس في تونس سبور متاع كاتيجوري معين، والمال بالطبيعة قوام الأعمال ولازم يولي أكسيسيبل للناس الكل باش نخلقوا أبطال، سينا هانا نتفرجوا فيه في التلفزة. من الاخر مدام سلمى ظهري ما عجبكش بالكل كي. ألوغ لا ما عجبنيش بالكل بالكل بالكل، يعني منذ 2013 واللعبة هذه حابين نحيوك السلوغان اللي حاطينه سان سبور بورجوا. اليوم التنس سان سبور بوبولير، تقول لي ما فماش نوادي دخلتوا ظهري حتى ما تقدمت. انا عندي في توزر، انا عندي في تبرقة، انا عندي في سيدي بوزيد، انا عندي في جرزيس، انا عندي في جربة، انا عندي في بزلك حليت في قرقنة، انا عندي في مساكن، انا عندي في اكودا، انا عندي في الكيف، انا عندي في تجروين. عليه هكا احنا اليوم نحب الردو سبور بوبولير، نحب نكثروا عدد المجازين. الدورات الدولية عندي 80 دورة دولية ننظم فيها. اما ماذا بيا قبل ما تعدى واحدة هكا دون اون غراند راديو كوم اكسبريس اف ام تاخذ معلومات صحيحة، خاطر اليوم انا حسيت شكون صب عليا سطل ما بارد. جاي نحكي على اللعبة اللي اليوم دخلت الاماكن كل، دخلت الجهات الكل، اللي وليت لعبه شعبيه عدد واحد، اللي اليوم الابطال من من منذ معناتها لي فامي سي دي فامي موديست موين، ما عادش عندنا البرجوازيه. اليوم كوتيزاسيون 300 دينار اقسم على 12، انا نقول لك اليوم اقل من الفوتبول. دونك شوي تري فريمون فريمون شي ديزولي، اما ضربه كبيره لينا نحن اللي اليوم نحبوا الردو. عندك تعليق رفيق؟ لا لا معناتها لازم نوضحوا حاجه كونه معناتها ممكن اون تيرم ديماج نشوفوا ديما كيما الجولف والتنس معناتها فما عباد دون سارتان كلاس سوسيال اللي يحبوا السبور هذايا من الثمانينات والسبعينات، ولكن توا صار فيه حتى اكثر معناتها عندنا 10 من وقت ما طلع مالك وانس وراو ما عادش معناتها بتيتر اون تيرم دو ماركتينغ وقت اللي يجي باش تخدم انت سلوغون تاع كومباني باش تخدم بالتنس ممكن شويه التنس يعطيك ليماج تاع سبور مش دو ريش، ان سبور تاع اوت جام تاع ناس دان سارتان ستوندينغ سوسيال انتلكتويل. ولكن انا حتى انا كيف كيف مانيش موافق برشا ريم في حكايه اللي هو موجود مازالو في كل رياضه فما ناس غنيه تشري وتلعب وتعمل الفوتبول اليوم وحتى دوتر سبور مش حتى الفوتبول، فما ناس تصرف بالمليون وزوز وثلاثه واربعه وخمسه لو سيرسك مليون بركه تاع برسا باش تلعب في 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 تيران معناتها بريفي يسوى 500 الف ولا مليون. دونك تصور كونه بالعكس خرجنا من الاتيكيت هذيا عندنا ممكن حتى اعوام معناتها 10 ولا 15 سنه سورتو في العوام هذوما توا سورتو لي كلوب كي سون امبلونتي بارتو معناتها بون فيها وعليها الامبلونتاسيون ساعات، ولكن ما عاد شكل التنس اللي حاجه انكسيسيبل ما نصورش. هو الجولف اللي هو سبور انكسيسيبل وتوا ديجا
هكا يمس في بلايص ويمس في عباد ويمشي في الوتلة والكوتيزاسيون تحسبها او موين قداش في الشهر والماتريال قداش يكلف. التنس موش حاجة كل الدنيا كل غالية. احنا هو معنا لاعب قاعد يمارس في اللعبة هذي عزيز ولا كيما قالت الكوتيزاسيون كي كنت صغير معناها هذيك هي 300 انا نذكر في المارسة كانت 300 دينار كوتيزاسيون وبالكوتيزاسيون هذيك ترين عام كامل نعرفش لي شيفر اكزاكت على السبور الاخرين ما نصورش معناها فما دي سبور اللي اقل برشا من هكاك. من بعد باش تبدا تنس يقول لك الماتيريال باش تبدا لازمك معناها عزيز خلينا نكونوا عمليين. نحن والد يسمع فينا تو يحب يهز ولده يلعب تنس قداش تكلف له ولده نقولوا في الشهر نحن في الشهر كيما قلت لك سي اون كوتيزاسيون ساعه نتاع اليوم موين صار 300 الف في الكلوب ولازمو اون راكيت اللي باش تشدو معناها باش تشدو عام تنجم تشدو عام عامين سورتو كي باش يبدا معناها من الاول مش تشدو قد ايش هما راكيت كي بدا صغير 60 65 اما بعد كي كبر تغلى بيان سور توصل 300 مي بور كومونسي معناها انا نشاور اكسيسيبل على الاخر وين تولي صعوبات من بعد كي تحب توصل على نيفو وقتها اللي تتلقى الصعوبات اما من الاول نتصور دي معناها بالعكس في تونس ولا اكسيسيبل على الاخر التنس واضح به. على كل هذا قوس وحالينا نمشيو للموضوع الرئيسي نتاعنا الصعوبات نتاع لاعب النخبه في التنس اليوم. رفيق به باش نفصلوا من الاول اش معناها لاعب نخبه في التنس ولا دونك السوجي نتاعنا الاول احنا توا بعد شويه على الغش والتنرفيز مثالش دونك احنا نحبوا نوريو كون التنس انا واحد من الناس نفهم شويه في التنس صافي توا تفهم برشا تحبوا فوالا ملي شويه بالحق معناتها ونحب السبور هذايا ونتفكر معناتها طلعت مع مالك جزيري ونس وقت اللي شفتها كيفاش طلعت قدامي دونك جو نفهم شويه ونعرف التطور اللي صار في اللعبه هذه بعد ما كان يعرفوها اربع خمسه من الناس برك اليوم تبارك الله سي رياضه شعبيه تجيب الالقاب الاتير لي سبونسور الاكتيفيتي هذايا. احنا اليوم السوجي نتاعنا باش نحكيو شويه على الفينانسمون باش نحكيو خاصه على الملاعب التنس نتاع عالي المستوى النخبه اللي كيما عزيز وكيما مالك وكيما مانيش باش نحكيو اكثر على التنس في دو ماس دونك باش نحكيو على الحاجه هذه اللي هي صعيبه ياسر العباد ما يعرفوش شنو هو الكارير دان تنس دو جور دو نيفو لاعب عالي مستوى قداش تكلف شنو هما المتطلبات. نحبوا نشوفوا اليوم الجامعه اللي هي بطبيعتها مسؤوله على اللعبة هذه شنو الدور نتاعها ويزمنا نصلحوا شوية حاجات كما كونوا الجامعة مش مسؤولة أنا حسب رأيي ديما على ملاعبية هذوما في الفينانسمون دونك حتى كان تعمل جيست حاجة باهية ولكن هي مسؤولة على تحت 18 سنة ممكن العام الأول نتاع الكارير نتاعو في لو نيفو مي سارتان نيفو وقت اللي الملاعب يولي يربح فلوس واحد دونك سوديتاش بشوية بشوية يقعد ما بيناتهم الكوب ديفيس ولا الفات كاب. باش نحكيو شوية على المردودية نتاع التنس اليوم التنس يدخل فلوس هذه حاجة مهمة برشا للجوار للرياضة عن ثم دي زيفي دونشينمون اما كوميم يتكلف برشا رفيق زيتو يتكلف اي اغزر لي وتلا طيارات صحيت ساعات يقولوا يضحكوني يقولوا التنس سامحوني في الكلمه سبور نتاع قنانوات يا ريت الناس كلهم قنانوات كيما التنس تلعب اربع سوايع في الشمس واربع سوايع في المطر اندور ودور عالم كامل. جوكوفيتش قال حياتي كامله عديتها ما بين الوتله والمطارات معناتها مش لعبة راهو مش راهو التنس من اصعب اذا مش اصعب رياضة معناتها تتطلب خاصة في المستوى العالي هذايا اللي نحكيو عليه لاعب محترف ولا لعبة محترفة اتي بي ولا دبل في تي سي با نابورت كي نجم يقوم بالشيء هذايا برشا فلوس برشا اونترينمون برشا تركيز برشا صبر برشا لهوة معناتها حاجة مهمة برشا. نحبوا نعرفوا نخرج بكونكلوزيون اليوم احنا كيفاش في تونس التنس هذا اللي هو بدا يمارج وقاعد ياخو في الشعبيه نتاعو كيفاش اولا نحسنوا النتائج نتاعنا ديما نحاولوا اون ايلارجي لا باز نتاع لي جوور لي كريماج معناتها الباز نتاع لي جوور اللي يخلطوا المستوى العالي نحبوا كيفاش اي سورتو الملاعب كي يوصل للمستوى العالي كيما عزيز ولا كيما كيفاش نساعدوه اون لو سوتيان دو فاسون اسكو ينجم يعوم بحر بعد على خاطر هو باش يربح باش يربح معاه التنس باش يربح حتى الدولة حتى اون تيرم ديماج حتى اون تيرم سياحة رياضية اليوم الملاعبية فما سياحة رياضية اللي هي مهمة برشا ملاعب ينجم يعمل لك حاجات يوصل لك ميساج اللي 50,000 سياسي ما نجمش يوصلوا لبرا دونك هذا هما اهم المواضيع اللي نحكيو عليها من الكلاسمون قداش 200 نقولوا ملاعب نقبه 200 براتيكمون توب 200 معناتها اللي هو راه مش حاجه سهله ساعات احنا ملاعب يبدا الكلاسمون نتاعو 140 يقول لك انت 140 ولا ما فهمش على العالم الكل شكون ما يفهمش يقول عم ناوي شنو ما مالك وصل ل 50 ما يعرفش شنو معناتها توب 50 في التنس هذا اللي يقول لك كلام هذا ولا تقول لك كلام هذا مو فاهم بالحق ما عادش يحكي على التنس خير قداش فما لاعب تنس في العالم نقول احنا تو ما عندناش شي فما 6000 7000 فما فما تو بالبلاد تي في جديد 700 750 ما يفوتش معناتها كلاسمون 800 فما سيركي واحد اخر اللي هو سيركي ليتير فما
3000 على يوصل 50 معناها في دوله كيما تونس عندنا 10 ملايين ساكن حاجه واضحه سياستها مع السياسة. عزيزي انت 572 الكلاسمون نتاعك هكا ولا باهي شنو طموحك نقول العام الجاي نجمو نشوفوك تقدم شويه في الكلاسمون بالطبيعه ولا انا لحد الان ما كنتش بروفيسيونيل 100% خاطر بعد ما كملت جونيور خيرت نعمل كورسوس تاع جامعه في امريكا دونك مشيت عملت 4 سنين في امريكا اللي قريت وكسبت جو مسي ديفلوبي كلاعب وتوا مازلت جوستمون كي روحت عملت غوتور ديفينيتيف نتاعي وتا اللي باش نتعدى بروفيسيونيل 100% دونك تا بالطبيعة مي زومبيسيون باش يكبروا اكثر برشا خاطر نجم نلعب عام كامل ما عادش نجم نلعب دي بيريود صغار دونك ان شاء الله مون اوبجيكتيف الاولاني ان شاء الله سي باش نبدا نكمل عام في الثلاثة ميل الاولانيين و ا مويان تيرم ان شاء الله دون لي في الميل الاولانيين. باهي قبل ما نمشي مدام سلمى ظهر لي عندك اضافه اخرى. اضافه كونه فما مشكل نتاع عندنا برشا الاولاد اللي ياخذ الباك نتاعه وبعد عنده مشكله كبيره في المستوى العالي يا يتفرغ للتنس ولا يلوش فورميل باش يقعد يقرا وعذاب عذاب عذاب ويعرف عزيز كيفاش معناتها عبد باش نجم يقرا ويصرف على روحه يوم ميم طون يلعب خاطر قد ما يبعد على لي تورنوا بروفيسيونيل الكلاسمون نتاعو ينقص ما عندوش البوسيبيليتي خاصه كي يلعب التنس الجامعي هاك اليونيفرسيتي. باهي مدام سلمى توا نجم نقولوا عندنا مالك وانس كملاعبات نخبه شنو هي السياسه نتاع الجامعه باش يكون عندنا مالك وانس وحود اخرين معناها في الرياضه هذه ولا انه تبارك الله قاعدين يقدموا بالباهي. يعطيك الصحه باش نرجع شويه على اللي تقال توا من عند رفيق وفات احنا لي جوار مثلا يوسف يخلطوا توب 20 توب 10 كيما منصوري كيما دوغاس في الجونيور معناتها يخلطوا من العشرين اوائل عالميا ومن بعد تتسائل تقول ويني فما كي الفاز دو ترانزيسيون الفاز دو ترانزيسيون مع الكلام معاك انس ظهر لي كي عملت فينال لونكاروز ظهر لي لعبت قالت ويني زاد بعض نفس الحكايه ولا انس بوتيتر مش كيف ماما انس قررت باش انها تقرا اون ليني وتخرج للكنات وتعمل قرايه اون لين اليوم السيستيم ايدوكاتيف نتاعنا في تونس ما يسمحش انك تنجب بطل يا البطل يبطل القرايه واحنا اليوم ما حشناش باش اللاعب كوسوسوا كره المضرب ولا اي رياضه يبطل القرايه والا اليوم خاطر السياسه نتاعنا سياسه الدوله مش مركزه على الرياضه كان جات مركزه على الرياضه راهو عندنا توت ان سيستيم ايدوكاتيف تكمل مع ثلاثه تترينا صباح وعشيه يا توت ان سيستيم راهو بور برودوير ان شامبيون مش هكا باغازار احنا نجم نقول لك اليوم باغازار اليوم اللي موش الوليد كي ياخذ باك يمشي لامريكا باش يعمل سبور يونيفرسيتير خاطر انا كجامعه وانا كدوله وانا كوزاره شاتيتو اولا ما وارد هو باش يقعد يقول لك انت مدام باش تعطيني فلوس باش نلعب دورات باش نحسن التصنيف والا باش نعمل باش يلقى روحه ضايع ما عنده حتى شيء دو كونكري دونك دوكو كلهم يمشيو يقراو في امريكا ياخذوا الدبلوم ويرجعوا ونحن ناخذوا لهم سي فغي باش تقول لي ضيعوا ثلاث سنين ما كانوا لاعب عنده مؤهلات راهو باش يخلط كيما تشوفوا قدامنا دوغاز كيما تشوفوا الشرقي كيما تشوفوا منصوري اليوم سي لو سيستيم كي لي بوس اللي انهم يمشيو لبرا خاطر احنا كجامعه لازم موارد كبيره هذاك علي نرجع لسؤالك اليوم تونس اخترنا استراتيجيه ان هي استراتيجيه ان ننظموا دورات دوليه خاطر الموارد ما فماش ننظموهم في تونس باش اللاعب يجم يلعب كل الدورات ويحسن التصنيف كيما الشرقي كيما دوغاز سارتا ماما كيما منصوري هادو لي فيتور ومن بعد ماهوش هارب ماهوش هارب من الانترناسيونال ماهوش هارب من لي تشالنجير ماهوش هارب من الدورات نتاع لا تي بي اللي باش تخليه يربح ممكن سلمى زاد يضيع شويه وقت خاطر العام بحسابه خاطر فما لاعبيه تلقاك حتى كانوا تالونتيو اقل من عزيز وحتى من اسكندر فك البيريود هذاك العام عامين يقعد يلعب بعد كي ترجع سي با فوالا باسكو نحن او فيت سي توت اون استراتيجي اليوم كيما قبيله نحكيو ليليت سي لو جودو سي لو باسكيت سي لو تنس سي لا بوكس نو شاك ديسيبلين لازم يكون عندها منظومه عندها دي كريتير عندها معايير خاصه بها اليوم كي يجي لاعب التنس تلقاه هو بطل افريقيا ومصنف 500 هنا الوزاره والجامعه نصرفوا عليه لين يخلط 200 ومن بعد نسيبوه احنا البيراميد مقلوبه كي يبرز يولي لاعب ويهز دورات نمشيو له الكل ونحاولوا نصرفوا عليه هذاك عليه سنة انا كجامعه وكمكتب جامعي قررنا باش تلهيو بالولاد هذوما افيك ان مونتون راهو مينيم للاخر مي كذلك نحاولوا نجيبوهم مستشارين خاطر مامنين انهم يجموا يكونوا من المئات الاوائل في العالم عندهم كل الكفاءات فما حاجات بدات تجي مستشارين ولا ما زلتوا في والله احنا كجامعه الحقيقه نشكر كل مستشارين بدون مستشارين ما نجمش نعاونهم انا الاولاد هذو ما توفيت سي ان في كونترير انا يعطيوني وانا نعطيهم والا هو معناها مستشارين للجامعه مش للملاعب انا عندي نحكي لك انا كجامعه هو تو يحكي لك عن مستشارين انا كجامعه عندي مستشارين جاوني ملي وليت عندي فيزيبيليتي انا كنت جلست برشا مرات مع سي رفيق هرقيم من 2013 و2016 وفيت
le grand problème de la Fédé, et on l'a toujours dit, que j'ai pas pu ramener des managements de Chenjib Mustacharine. Et l'Yum, عرفت وتسافرت ورقيت اللي أني لازمني ننظم دورات علاقتي ونعود نقول الباهية مع الاتحاد الدولي خاطر كانوا قبلي رؤساء كذلك وأنا نأمن أني العلاقة الباهية مع الاتحاد الدولي وثقتهم في تونس هما اللي خلوني ننظم اليوم 80 دورة دولية مالكري صعوبات مر بها البلاد والدورات هذو ما يحسنوا اللاعبين وكذلك يحسنوا الموارد باش نكونوا اليوم واضحين ونحكيوا بكل شفافيه كما قال الراجل. انت عزيز كيفاش تصرف على روحك؟ فما دعم الجامعه ولا كيفاش بالضبط؟ والله كما قالت مدام سلمى انا بور لانستون تاع عديد بروفيسيونيل الدعم عندي دعم من الجامعه عندي كونترا مع الجامعه بروفيسيونيل وعندي ان سبونسور اللي واقف معايا اللي هو بودوس و اترافير سي عزيز زهير اللي واقف معايا ملي عمري 17 18 سنه دونك نحب نشكرهم برشا خاطر ديجا سي لي سور اللي واقفين مع معايا انا و سورتو الجامعه ايفا اللي قبل عمرهم عاونوا لي جوغ سينيور في الديبي في الديبي تاع نتاعهم يعني حاجه جديده ولات يعملوا فيها دونك ديجا سي ان بوان تري بوزيتيف اما بالطبيعه يعني اللي كيما قال سي دي مونتون صغار ياسر وبالديفالواسيون تاع الدينار وبالمشاكل اللي عندنا جوري التنس يعني سي دي مونتون ما يخليوناش نقربوا جمله للي جوغ اللي قدنا جوستومون خلي المستمع يفهم انت كملاعب توا تنس اللي انت توا في العام الاول براتيكمون تاعك نتاع اللاعب محترف مستوى عالي نخبه شنو هو الروبريك نتاع شنو هو الكلفه يقول قال لي شنو هو هالتنس شنو الكلفة اعطيني انت براتيكمون سامبلومون باش لعبه تفهم شنو هي الكلفه نتاعك والماتريال كل شيء اعطينا كل شيء بون الكلفه اهم حاجه ديجا لونترينور سي كو باش تخلص انترينور ا بلان تون باش تنجم تخلص بريباراتور فيزيك معاك عام كامل قداش الموين تاع السالير تاعك و اسكو عندك انت زوز ولا معناها بريباراتور فيزيك عندك؟ عندي بريباراتور فيزيك تاع يخدم معايا وعندي ان انترينور اللي هو يخدم مع الجامعه دونك الجامعه تعاون فيه بالانترينور هذاك مي معناها سي با مون انترينور بيرسونيل دونك كيما قال اهم قلت اكبر حاجه هي لو ستاف تكنيك تخلصه وستاف تكنيك يتكلف غالي ياسر سورتو كان مش تاخذ ستاف تكنيك من برا سي دي معناها سي دي سوم كبار ياسر 10 12 فورو نتصوره اذا مش اكثر في الشهر مينيموم 3000 يورو باش تخلص انترينور من برا انا حكيت ستاف كامل 10000 يورو بالواحد بريباراتور فيزيك ستاف كامل بريباراتور مونتال اليوم ولا اي كنت حب كان لازم ان ستاف كومبلي يعني ان ستاف كامل لوكس ولا تحكي لا مش لوكس ولا ذاك الشيء معناتها سي ان روتور سور انفستيسمون فيت كيما تشوف لي جوار اللي في لي 200 300 بروميير كلهم معاهم ان بريباراتور فيزيك ان انترينور كيني معاهم دونك هذاك الكل مصروف فما زاد لي ديبلاسمون احنا عندنا لا شانس اللي عندنا برشا تورنيات في تونس اما تورنيات اللي في تونس معناها سي البالي الاول نتاع البروفيسيوناليزم دونك باغ اكزومبل انا واسكندر ومعز تاو نحب وصلنا البالي اللي لازم نطلعوا للتورنيات اللي اعلى تشالنجر لي تشالنجر اكزاكتومون ولي تشالنجر كل جمعه في بلاد دونك تاو باش تولي معناها تصرف برشا باش تبدل كل جمعه تنجم تبدا جمعه في امريكا بعد لازم تمشي اون اوروب ترجع لازي الاقامه زاده لي برشا الاقامه زاده تكلف برشا دونك فما برشا مصروف لي جوغ دو تنس في البالي نتاعنا دونك باش نواصلين الحوار نتاعنا لكن نواصلوا توا في الريبريك نتاعنا كالعادة باش نحكيو بعد شوية مع زميلي رفيق الحكام في سبور بزنس كالعادة على البرايز ماني نتاع وين بلدون نمشيو لسبور بزنس مع رفيق سبور بزنس باهي رفيق كيف كما كنت نحكي باش نحكيو على برايز ماني في وين بلدون حكينا مرة اللي فاتت هي دو تلات سمان على البرايز ماني تاع رولان جاروس اليوم نحكي على امبلدون اللي هي دورة زادة كيف من الأربع دورات لجران شلام في دورة عندها النوبليس نتاعها سان تورنوا معناتك تعرف الانجليز كي يعملوا حاجة امبلدون معناتها حتى الملاعبية كلهم في الأبيض اكسترا وكل شيء دونك مجموع جوائز السنة طلع 12% على مجموع جوائز العام اللي فات سي امبورتون على خاطر هذا ما ينجموا يزيدوا في مجموع الجوائز كي قريت المقال كلي نحكي جوست اهم المعلومات سي كو لي سبونسور زادوا في التاريخ تاع سبونسور وفيزيبيليتي وخاصه في لي كونترا تي في تاع تلف ستاديوم تاع سكاي وكل شيء دونك المجموع الجوائز 44 مليون يورو ونص براتيكمون 12% على البرايز ماني تاع عام الاول الفايز شيخ 2.7 مليون يورو كو سوا في الرجال ولا في النساء سي لا ميم شوز بارابور لانغاروس فيس لانغاروس ياخذ 2.3 مليون يورو دونك فما ديفيرنس نتاع 400000 يورو كيما لانغاروس ومبلدون قاعد يشجع حتى الملاعبيه اللي يخسروا في الدور الاول
مانيش نعطي لي مونطون كل، مي مثلا ملاعبي انا لازم في اكتفي من الدور الاول ياخو 50000 يورو براتيكمون 160 170 مليون. بالنسبه للزوجي اللي هو تابلو زاد اقل اهميه من الفردي، ولكن باقي عنده شكون يتبع فيه ومغروم به. نوضح في الكليف ما ياخوش، لا كليف ياخو، لا كليف ياخو، انا ما جبتش في رون جاروس ياخو في الكليف. تفكر 8000 في رون جاروس 8000 يورو اول تور نتاع الكليف، حتى كي تخسر 8000 يورو ما جبت انا، معناتها هذا في رون جاروس ما شفتش، ما ثبتش في الوحده في التصفيات. في الزوجي الفايز لابير الثنائي اللي يربح دونك الى 632000 يورو الفايز. فوالا هذا هما نجمو نقولوا على ويمبلدون 2019. واضح باه يعطيك الصحه رفيق. نكمل الموضوع نتاعنا هو الصعوبات نتاع لاعب النخبه في التنس. مدام سلمى حنسالك على دور الجامعه، اولا في انتقاء الملاعبيه وثانيا في تاطيرها. اي هو اول دور هو انتقاء اللاعبين، واحنا ماناش كيما كره القدم والرياضات الاخرى، انتقاء يصير في عمر مبكر معناتها من اللي هو تجم تقول عمره 10 سنين 9 سنين. احنا اليوم دونك نقوموا ب 45 نقولوا 40 دوره وطنيه للاعبين، نعملوا دي راسمبلمون اللي مو فيهم 8 و10 اوائل في كل فئه اولاد وبنات، ونقيوا احسن لاعبين يدخلوا في برمجه الجامعه وفي التيتر 2 معناتها برنامج نتاع الدورات الدوليه نتاعهم. لكن السنه فما حاجه جديده، عندنا مستشار اللي نحب نشكره شكر خاص، اللي ديتكتي احسن لاعبين اقل من 12 سنه ويبعثهم دون ديز اكاديمي سميهم اللي هي بيان سور اليوم لا فونداسيون رامبور، لا فونداسيون رامبور تونيزي على راسهم غيوم رامبور والفا تراس، هما اللي اليوم قاعدين ils sont en train de détecter avec nous bien sûr avec la direction technique. عندنا لاعب ان شاء الله تشوفوه في الاوائل وياخذ المشعل بعد دوغاز وبعد الاولاد، علاء التريفي اللي اليوم قاعد يدرب في الاكاديمي موراتوغلو في نيس، ربح حاجه في فرنسا اي بزلك كما قال رفيق، ربح دوره فيها 14 احسن لاعب في فرنسا، دونك هو تو مصنف الاول. قد عمره؟ عمره 2007 اللي ناتيف دو 2007، ولهنا المستشهر يصرف عليه 60000 اورو في العام. احنا معناتها اليوم كسياسه وليت كي نمشي المستشارين نقول لهم يا تاخذوا لاعب ولو باريني تاخذوه وتخدموا معاه وتصرفوا عليه، والا تعطيوه للجامعه. فما مستشارين ils ont préféré donner à la fédération pour qu'il y ait une visibilité toute l'année في السيت في كل شيء في الدورات. وانا توا قاعده ندز اكثر بشي اللاعبين، وكذلك سنه خذي لاعب اخر هزوا عمل تيست ونستناو توا في النتائج، ونستناو باش نبعثوا زوز بنات اقل من 12 سنه يعملوا ان تيست. احنا في تونس نعرفوهم باهين، ما لازمهم يشوفهم المدرسه الفرنسيه وليز اكاديمي اللي هي تدرب فيها ويليامز وترينا فيها جوكوفيتش من احسن الاكاديميات اللي فما البروكسيميتي اللي هي تصير في نيس. دونك هنا كيما قلت قفزه نوعيه، خاطر قبل كيما تشوف انس يعرفها رفيق قبل، دونك كافحت وحدها هزت ان كرون تورنوا في البنجامان باش ظهرت باش الاضواء تسلطت عليها. رمي الباساج نتاعها في الاكاديمي بيلج وقت ما كانش حاجه، ما كانش باهي كي كبرت، كي كبرت كي كبرت. خاطر مش الاكاديميات الكل عندهم مردوديه باهي، فويز واحد يرد بيه. خاطر احنا قبل جرم قبل معناتها جينيراسيون وقتها صلاح الدين مبارك والجينيراسيون اللي وقتها نتاع فارز وكل شيء وقتها مشاو برشا لي زاكاديمي وقتها اسبانيا، ملي كان حتى مالك يلعب وقت 2007 و6 سنة با ما كانتش حاجه انا بعثناهم وكل في اكاديميات، مي ما كانش الكاليتي المطلوبه. مي اليوم العكس نتاع قبل كيما نحكي، ولينا نبعثهم بكري قبل اللي يحكي في انس مشيت الاج بعد ما هزت رولون كاروس اي في عمر كبير. اليوم اليوم التنس ان سبور بريكوس يبدا ويترينيو الاربع سنين، توا قبل كانوا سته خمسه اربعه، فما بيبي تنس ما قبل. دونك اليوم اللاعب كان تحب فريمون لهوه باهية كيما قلت لك لو سيستيم ايديوكاتيف، اللاعب هذا يقرا في سوسه رفيق ما في ليكول يستنى حتى يولي ليسي سبورتيف، وليسي سبورتيف افيك تو مي ريسبي ما نحبش نحل لو فولي ليسي سبورتيف اجوردي سي لاس ديزيري بارابور لو فوليوم اورير وكل. دونك اليوم يا نعملوا احنا ان سنتر ناسيونال في تونس ونتفاهموا مع المدارس باش انهم لوليدات يخرجوا ترينيو صباح وعشاء اللي هو امبوسيبل، ذيك عليه قلت لك توت اون استراتيجي، والا نبعثوهم لبرا ونرقاو مستشارين خاطر احنا ما عندناش لي مويان. سالتك على الانتقاء مدام فهمت، ديما احنا نرجع ليكزومبل نتاع عزيز، انت كيفاش بديت كيفاش دخلت العالم هذا؟ والله انا بديت عمري خمس سنين في تنس كوب تاع المرسى بزهر، خاطر بابا كان يلعب مره بعد قداش دونك كنت نمشي معاه وبديت هكاكا، بديت هكاكا قعدت حتى لين عمري 14 سنه في نترين في تنس كوب المرسى. كنت جو مسيو في ديتكتي من الفيدراسيون يوفالي عمري 10 سنين دخلت ايكيب ناسيونال في لي راسومبلومون. مدربك كان هشام ليعقوب يقول
ودربني حتكون طلع بحذيك انا في الكورني من غادي بحذيك. ومن بعد كي وصلت عمري 14 سنه كيما قال جيت مشكله كبيره نتاع القرايه اللي كنت عندي انا بلو دو تون باريكزوم نقرا من 8 الصباح لل 5 نتاع 6 نتاع العشيه نمشي نترينا من 7 نتاع العشيه لل 10 نتاع الليل نروح لازم نعمل نقرا شويه نرتاح شويه دونك سيتي ان بلو دو تون معناها ياسر شارجي وانا وصلت لانستاد اللي قلت معناها لازمني نختار سي سوا باش نجم نلعب تنس سوا باش نجم نقرا ما نجمش نعمل الزوز وزيد كان باش نعمل التنس معناها ما حبيتش نعمل تنس دو روزيغ حبيت نعمل ان تنس باش نمشي باش نوصل لنيفو اخر دوك وقتها قررت باش نمشي مع بابا وامي اللي باحوا معايا برشا مشيت لفرنسا عملت سبور اتود كيما علي عمل دونك قعدت في فرنسا عام ونص بفلوسي انا في نيم في نيم وقتها مشيت على بابا وامي صرفوا عليا العام ونص هذوكم دونك عديت عام ونص في فرنسا ومن بعد جي تي ديتكتي بالفيدراسيون انترناسيونال حالو ان سونتر نتاع ليليت تاع افريك في المغرب اللي جاتني فرصة باش نمشي غادي كناخذ اون بورس دونك ما نخلصش والفيدراسيون اي كونتريبيو اترافير الفيدراسيون انا نمشي سونتر افيك دونك زيد بطولة افريقيا الاواسط هكا هكاك بديت في الكادي دونك وقتها عيطوا لي قالوا لي كان تحب تجي باش نحلوا سونتر اجا ترينا وانا اون بورس وكل شيء دونك مشيت المغرب عديت عام ونص غاديكا. بيه رفيق حبيت تقول حاجة قصيت عليك ما عرفتش ولا نسيت والله مش مشكل لا فوالا تفكرت في الانتقاء معناتها اليوم تراش كونه إذا فما ديريكتور تكنيك عنده مطلق السلطات باش ينجم يعمل استراتيجيه فنيه تمشي مع الرؤيه نتاعك انت اللي تحكي عليها توا خاطر وقيت معناتها ان بوس ان باترون اللي عنده خبره كبيره وبتاتي يكونوا معاه دي مستشارين جهويين باش يشوفوا الانتقاء سوسا جون سي با قروان معناتها اكسترا تراش اللي وقيت احنا وفيت ملي ترأست الجامعة واحنا والمكتب الجامعي منذ 2013 notre grand point faible peut-être c'était un peu au niveau de la direction كان معنا الحقيقة من الأول أنيس بوشليكا اللي خدم خدمة باهية وهو من الكفاءات الكبرى اللي عندنا في تونس بعد إلى بريفيري يدرب احنا لهذه المشكلة لا دوبل كاسكيت علاش خاطر اليوم ما فماش تكوين نتاع مديرين فنيين احنا نكونوا في المدربين وهي أهم حاجة هو المدير الفني ثم صار انتقاءات أخرى وسنة قررت بون الحقيقة زادة موان دو 12 عندنا سي إقبال حناشي هو ذو كفاءات عليا مي اليوم اللي ناقصنا هو ان بون ستراتيج اللي يلم الكل توت كاتيجوري كونفوندو لي فورماسيون بور لي انترينور لا فورماسيون دي ديريكتور تكنيك دي كلوب خاطر اوجوردي احنا نفتقروا في تونس تكوين المديرين الفنيين شوف الانسب دو باريس سي توت ان بروغرام دو فورماسيون دي ديريكتور تكنيك اليوم لو ديريكتور تكنيك هو يحط البلان دو كارير هو يعمل الاستراتيجي بور لا بروموسيون لا استراتيجي بور لا فورماسيون كيما قلت لك احنا اليوم قاعدين عندنا برشا الميغوار كي ترامل برا كل محلية سبور في تونس ديفلوبي مي راهو في الفون برشا خدمة لازمة اليوم نكونوا المديرين الفنيين سي فغي باش نجيب مدير فني كيما توا قال رفيق ذو كفاءات عليا باش تكلف لي سيغت ماهيش هذه المشكلة مي اليوم باش يكون أجنبي واليوم قد ما جريت على كفاءات تونسية عندنا اللي اليوم خيروا يمشيوا للخليج وانا اليوم ما همش برشا زوز ثلاثة خيروا يمشيوا للخليج يخلصوا أكثر اليوم كل إنسان يخمم في الكارير نتاعو اليوم افيك لي ديفيكولتي معناتها سور لو بلان ايكونوميك سوا لي بلاد فينانسيير لو شوماج اليوم لو تو شوماج ا تيلمون أوغمونتي وانا ان تانك يونيفرسيتير نقري في الانستيتيو دي سبور جي بيان انفي دو فورمي هالصغيرات اللي يخرجوا ونعملوا اون فورماسيون بور لي ديريكتور تكنيك انا عملتها في صلب اللجنة الأولمبية منذ 2012 اول ما دخلت اللجنه الاولمبيه ولا 2013 سي كي لا سول فورماسيون جبنا فيليب فلورنس سي ان دي بيونيي دو لا فورماسيون دي ديريكتور تكنيك اون ا ميم بريزونتي اون فورماسيون باش تكون في صلب لوزاره ومعنا ان شاء الله نهار اخر نفي ان بروجي هكا مع سي رفيق الهرقيم لو ميلي تان دو فورمي سي فري نجيب les la formation des managers intimes mais pourquoi pas le directeur technique est-ce que منعشي انا اللي نخمم في غلط ولا ساعات نحس روحي انا اور دو لو معناتها اسكو حتى حد لنهار خمم ان لازمنا نكونوا مديرين فنيين ومسيرين في الرياضه اليوم الرياضه التونسيه قاعده علم اليوم حتى شيء ني باغازار اليوم باش تصنع بطل لازم توت اون استراتيجي اليوم البطل اللي هز تيتر نجمدوا عليه حتى عمره 23 بدون جرا ومن بعد ما عادش يجي نسولوا معاه في المنطقه الكي روحوا بعد اليوم اجا كونهوا لي بكري اجا نعملوا كيما قلت انت سؤالك خرق العاده لا ديتيكسيون تقبل كانت فما توت ان كوميتي بور لا ديتيكسيون كلهم دي زونيفرسيتير من قصر سعيد وينهم جماعه لي انستيتيو دي سبور لي سيانتيفيك اوجوردي اي لي تان كل فيدراسيون عندها حق ان سويفي لو سويفي سيانتيفيك هذا هو لا ديتيكسيون سور لو بلان فيزيك سور لو بلان مونتال اي سور لو بلان تينيستيك
ويلزم حتى نوادي يتبعوا حتى ساعة تلقى نوادي يخدموا في واد والفيدراسيون عندها رؤية أخرى. ساعات كل نادي مثلا بو نفهم نادي عنده نجاة عملية يحب يخدم أكثر التنس بتاع الوزير باش يدخل فلوس ولكن مش على حساب النخبة والتكوين. يلزم فما باترون تكنيك يعطي لامبولسيون يقول باش نخدموا احنا هكا. الكلوب يلزمهم يتبعوا فما نوع من السلطة الفنية للجامعة على النوادي. أوكي عندك أنت لي كونترانت بتاعك اخدم اش تحب تخدم مي زاد أعطيني رؤية معينة في الكاتيجوري كيفاش باش تخدم ديتكسيون من 12 11 سنة تعرف باش تطلع ملاعبية معناتها نتاع دوبل كيف الدوبل باغ اكزومبل اليوم في المسابقة نتاع الدوبل اللي هي قضت علينا في كوب ديفيس معناتها كان جا عندنا نربحوا في الدوبل ما نوصلوش نتيحوا الجروب 3 دوبل لازمنا نخدموه مثلا مع النوادي مش كل شيء تعمل الجامعة يلزم صح بالواحد مع النوادي. هوني رفيق نحب نشكر شكر خاص الإقبال الحناشي اللي اليوم حضرنا برمجة وعملنا جلسات مع كل مشي كل جمهورية من القرو. اليوم عنا أبطال من قروين، اليوم عنا أبطال من مساكن، اليوم عنا أبطال من أيكودا. أما المشكلة اللي قالها رفيق والبرمجة مش موحدة يعني اليوم ان بروغرام دونترينمون كيفاش تبدا ميني تنس كيفاش لو نومبر دور معناتها واحد يترينا ساعتين كاهو تلقاه بطل كيما علي كيمشي لمغاتوغلو قالوا هذا يتدرب في الساعات هذا بطل كي قارنوه بزميله 2006 اللي هو من نادي كبير كذلك في تونس ويدرب في دون دي بون كونديسيون داك علي خذاوه واليوم هاك تشوف ميم با اون اني كاس كي لا في دونك اليوم عندنا لي جون اللي عندهم مهارات بريديسبوزي لاعبين بريديسبوزي عن مي جوست اون بون بروغراماسيون اون بون بلانيفيكاسيون اي ان بون سويفي والجانب المالي هو أهم حاجة. هل إنه الدعم اللي تاخذوا فيه من الوزارة كيفي باش تعمل البرامج هذه من كل؟ لا الحقيقة إحنا الوزارة تطلب منا برمجة مثلا أنا سنة مثلا تاع مليار جي تقول لك ما نجم نعطيك كان 200 مليون أنت بكل 200 مليون لازمك تعاود البرمجة دونك اليوم أوفيت هما ما يجموش يقسموا الفلوس على أنا اليوم مانيش جاية باش بالعكس نحب نشكرهم خاطر هذيك إمكانياتهم. اليوم دور رئيس جامعة سامحني كما قالها لي عام رفيق الهرقان باقي نرجع له هو أنه يجيب زاد الموارد. نجاحك كرئيس جامعة مش في صنع البطل أكهو لازم تسعى باش تجيب. تقول لي التنس فيه الفيزيبيليتي فما رياضات بالفورماسيون تجيب برشا حاجات يجيبوا يذول اليوم مش باش نحكيو كيفاش نجيبوا الموارد هنا تجمو تجيبوا معنا سي هيكل الاخضر السكرتير جينيرال اللي نحب نشكره اما كذلك لازمك تعرف كيف تجيب الفلوس كان باش تعمل على فلوس الوزاره هما يوفيو تقف معناتها يظهر لي اليوم ماذا بينا نلقاو نعرف مش ساهل رياضات اخرى نعرف زملائي بتيتر يسمعوا فيا في رؤساء الجامعات الاخرى. انا جربت 2013 2016 حسيت روحي خفقت صلب الجامعه التونسيه للتنس على خاطر ما جبتش مستشارين. حاولنا نلوجوا كيف نجيبوهم اليوم جبناهم وباقي نحسوا روحنا مقصرين ونجموا نعملوا اكثر. وفما رياضه تقول لي ماش اي رياضه تجم تجيب راه تجم نرقاو سبل النجاح وكيف ندخلوا الفلوس يدق البيب يعني ويعرف عنده علاقه ويضرب ويعمل دورات ويعطي حاجه فوالا يلوفر يلوز معناتها تمشي انت السبونسور قول له عندي تورنوا او عندي عبيد او ناس فيزيبيليتي او التغطيه الاعلاميه انت مشي له ما يجيك حتى حد امشي له وقله حتى كان قال لك لا تعاود ترجع له حتى لين تلقى ليكيليبر نتاعك وليكيليبر نتاعو هو. هما لي ميديا زاد لازم يعاونونا شويه خاطر اليوم كي تمشي المستشار يقول لك شنو هي الفيزيبيليتي اللي عندك دونك سلمى تفكش حكينا كل عام حتى الميديا يفو لي زامبليكي لازم زاد هو ميديا انت تو في تورنوا كبير تو انت تجيب فلوس وسبونسور يحط فلوس لازم زاد الميديا زاد تلقاو فورمول تو في برا في الجرون تورنوا يدفعوا فلوس على خاطر عندهم روتومبي زاد لي ميديا اذا لي ميديا مش قعد لي ميديا عندهم مشاكل ماليه كبيره برشا. اليوم انت امبليكي معناتها امبليكي يكون ان بروغرام معناتها ترينيتي معناتها في ثلاثه من الناس المستشار الفيدراسيون المنظم الدوره والميديا بروغرام مع ثلاثه ثلاثه يستفادوا ماليا وان تيرم ديماج نلقاو دو بون فورمول يسمو واحد يخدم ويبتكر وما يقعدش قاعد في البيرو اون بلوس لي سبونسور انا عندي فكره في سبونسور عندنا برشا فلوس في تونس كونتريمون سكو بو دير لي سبونسور خاصه في تليفوني موبيل في الجراند ديستريبيسيون فما ناس مستعده تحط فلوس مي انت اعطيها الكونسيبت اوريجينال قول لها عندي تورنوا هذايا وعندي مثلا جور الفلاني هاو عندي تورنوا باش يجيب عباد هاو ميديا باش يجي دونك هو بدون فايتر انتريسي وتنجم افكار بسيطه تجيب مش برشا فلوس مي تبدا بشويه بشويه فهمت شنو يجي رئيس جامعه فما رئيس الجامعه كان عطاته الوزاره طرف الفلوس هكا قاعد يخدم بهم سينو ما عنديش رغم اني زاد كيف كيف راه 655 مليار ميزانيه نتاع وزاره مش شويه زاد تمشي كلها في شهريات على ناس في شطار الحالات ما يعملوا في حد شيء اي اما اليوم مثلا التنس مثلا كما قال مثلا نعملوا تنس انتربريز بور فيديليزي ايجي ولعبوا تو مثلا عندنا دوره في الويكاند هذا التنس انتربريز منظمه من الجامعه صفاقس نظموا تنس انتربريز النادي نجم يدخل شويه فلوس فما بارون انفون فما بيتش تنس يدخل معناتها اليوم لازم افكار ترقى مي لازم
عندك انفون كمام انفون دو المون معناتها تقول لي اوكي لي زيدي معناتها اليوم دخلنا في لاندي سبور ان شاء الله باش ندخلوا التنس سور ويلشير معناتها على ذوي الاحتياجات الخصوصيه. هذه استراتيجيه الاتحاد الدولي, ثقه الاتحاد الدولي تجم تعاونك براكيتات تعاونك بفلوس كذلك معناتها اليوم راهو الاتحاد الدولي في اي جامعه يرقى جامعه تخدم يجرب يعاونها. تقول لي افريقيا فما بلدان افقر, ما نقول لك افريقيا شمال افريقيا وصنعنا ابطال موارد صغيره ببلاد كيما تقول حتى عدد السكان نتاعها صغير. احنا باش نصنعوا ابطال وبزالوا باش يزيدوا يطلعوا. عزيز وغيره ما نحبش توا نحكي انا على غدوه, اما ناخذوا كيما عزيز مش خاطر قاعد بحذايا اليوم انا سي ان بوتونسييل سي فري مشي قرا ثلاث سنين مي فوز الي فوار معناتها سي كالكان كي فالي تري تري لوان دون سا كارير بيان كو تضرب معناتها الا با يو بوكو دو شانس مي برك الله معناتها عندنا توا بنات طالعين. جوستومون نحب نسالك على بنات, نسمع عزيز اسكندر المنصوري معز الشرقي, لكن بنات ما ممكن تشيلها بشري شويه ما فماش اللي قاعدين يلقوا برشا مش نفس الواحد. ما عندناش باش نبدا اونيت اوجوردي سا ايتي لو ديبار نتاع التنس فيمينا هذاك عليه انا مع المستشهره نتاعي منذ معناتها منذ توا اكثر من خمسه من ثمانيه سنين نجم نقولوا ما فماش بنات. هذاك علاش شيراز بشري كانت باش تكون بطله كبيره مي مالوغوزمون الظروف ما مشيتش معاها وساعات برشا عبيد الله يهديهم معناتها نقول لهم الجامعه راهو احنا اون كونسي نو جوار نحبوا لهم الباهي ما يسالش تصنتوا لنا وجربوا مشيوا في المنهجيه نتاعنا خاطر اليوم سي فغينا على راس الجامعه الحمد لله يا ربي لعب تنس ونفهم تنس وبتتر هذه ميزه وبتتر زاده انكونفينيون قولك تتدخل في كل شيء اما نراها تسهل لنا برشا. اليوم عملنا دوره قمنا بها نهار الاثنين وفات اليوم ديجا اليوم السابع عمل دوره لمينا فيها 16 لعبه اللي اليوم يمثلوا الفريق القومي في الفئات كاديت جونيور سينيور اللي اليوم هذا شعنا اليوم عملنا واكتشفنا بطلة واكتشفنا زوز ولا ثلاثة منهم فريال بالحسن من نادي التنس بالغاز اللي هي عندها مدربها الخاص 14 سنة معناتها ربحت شيراز اون فينال افيك ان سكور معناتها اون دو سيت بون بوتيتر شيراز بوتيتر اني با او توب دو سا فورم كنت نحكي مع عزيز. كذلك عندنا طفلة أخرى جاتي من سوسة كيف 14 ans معناتها سي دي جوز كي برومي. وكذلك عندنا فردوس البحري بون لا ايتي بليسي اللي اليوم الجامعة باش تقف معاهم وباش تخدم معاهم هما يا ينضموا لبرنامج الجامعة وإلا يقعدوا. اليوم الجهات عندنا نوادي هي اللي تخدم وهي اللي تقعد تنجب في فما متابعة للنوادي هذوما فما متابعة مي نرجع ونقول لك طفلة تخلط 14 سنة راهو ساعتين انترينمون ولا ساعة ونص باغ جور ما يخلطوهاش. نعرف الأولياء يخافوا باش يخرجوا ولادهم يقراوا كنات يقراوا اونلاين احنا الجامعه باش نصرفوا عليهم كنات ونحنا باش نحطوا لهم مدرب يتلهي بهم. اليوم ناخذوا اكزامبل نتاع لعبه من سوسه معناتها حمام سوسه فردوس من قبل نقول عندها الحق خافت تقول لك باش نجي اليوم ولا اللاعب والطفله راهو باش تخرج من الميليو فاميليال نتاعها باش تخرج من ناديها اصعب من الولايات. اون جابر سي جواز اكسبسيونيل اون جابر الا اوزي سي فما راهو في تونس الجرأة راهو اللي ما يجرأش ما يخلطش في اي ميدان. دونك اليوم البنات اللي اليوم خرجناهم الاربع الاوائل والسته الاوائل باش تكون لهم برمجه باش تكون لهم متابعه وبيان سور لازم ينضموا لبرمجه الجامعه التونسيه للتنس. يعطيك صح. قبل ما نمشيو للاخبار رفيق انت في 30 ثانيه قبل الاخبار نحب نعرف قراءتك انت علاش ما فهمناش برشا بنات متالقات معنا كل فتيات دابور ديتكسيون اثنين الثقافه بيدها بزلت عندنا في, 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 في الرياضه اللي معناتها باقي عندنا اشكاليات معناتها ديما مع الرياضه النسائيه كيف زاد هذه المشكله هذه من وقت ما سليمه صفر جات بعدها كان اونس جابر اي براتيكومون سي تو باش نضحكوا على رواحنا معناتها مشكل كبير نتاع ديتكسيون للنوادي النوادي يلزم الاشراف يلزم التشجيع وكاو معناتها سي واضح. بين حمد فعل حتى من السيد المستمعين قاعدين يبعثونا في المساجات والا على اللايف ستريمينغ نتاعنا موجود. فتحي بن صالح يقول علاش كما كنا نحكيو قبلك علاش يقعد سبور نتاع دريش تنس وضحنا الحكايه هذه قلنا اللي مش صحيح. مدام سلمى كانت تحكي اللي التنس تخلي الجهات وقلنا حتى التكلفه نتاع لاعب تنس صغير اقل حتى من لاعب نتاع كره قدم. دونك نمشيو للاخبار وبعد مواصلين في ميتون حتى الخمسه نتاع شي اكسبريس اف ام ميتون
نتاع العشية نحكيو اليوم موضوعنا صعوبات ملاعبية النخبة في التنس وعدد التفاعلات الحصة منهم زميلنا في فرنسا بدر الدين الثاني موجود معنا بالتليفون. أهلا بك بدر الدين. أهلا بك سلام. نسلم على مدام سلمى رفيق عزيز ما تقبلناش. بون جولي انترفينيغ خاطر سوجي تخيز انتريسون التنس وتعرف معناتها مدام سلمى أنا عندي باسيون كبيرة للتنس و je fais pas mal de tournois donc سمعتكم تحكيوا معناتها على الفينانسمون راهو نحب نقول حاجه راهو عندك من التوب 140 هذوكم جوارات قاعدين يدخلوا في الفلوس النجم اما البقيه الكل معناتها من 140 وانت هابط هذوكم راهو يلعبوا بالخساره معناتها ويزيدوا من عندهم ولا يظل يعرفوا عزيز لكن كان عزيز يحب يوصل واللاعبين الفرنسا معناتها كان يحبوا يعملوا بلونت كارير باهي كيما مالك مالجري اللي مالك معناتها خذا برشا روتار ونعرفوا كان بلاسيو بطل التنس من بعد رجع يلزم معناتها تلعب لي تشالنجور تقعد تلعب لي تشالنجور لي تشالنجور حتى لين يولي الكلاسمون تاعك يدخلك تابلو فينال جراند سلام. اسلام تعرف بريمير تور في الجراند سلام كي تلعب ماتش وتخسر تي توش 40000 يورو معناتها كان ناخذوا لي كات جراند سلام 160000 يورو ينجموا يخليوك تخدم معناتها مش برياحيه مي تنجم تلقى سوق الباهي سورتو عندك تروا جراند سلام اللي هما رولان جاروس ووينبلدون واليوس اوبن قراب لبعضهم معناتها ثم الانترفال تاع شهر خمسه جمعات ويلزمك ان انترونور معناتها دو نيفو يلزمك بريباراتور فيزيك وسورتو سورتو سورتو préparateur mental خاطر التنس راهو فيه مونتال كبير وكبير برشا وكيما ويلزم في تونس معناتها اون في دي تورنوا تاو كيما سمعت معناتها مدام سلمى تحكي صحيح مدام سلمى قاعده تخدم في خدمه باهي لكن ما عندهاش البيدجي الكافي وما تنجمش تعمل برشا حاجات لانه البيدجي معناتها محدود لازم سياسه الدوله اللي هي غايبه في السبور الكل سيرتو سبور انديفيديوال نعملوا ان بروجي يا خويا نقولوا من هنا ل 2025 يولي عندنا ان جراند تورنوا اي تي بي وان جراند تورنوا دبليو تي كيما عملت المغرب اللي جارتنا تويكا عندها معناتها تورنوا محترم تو عندها الدوره النسائيه نتاع معناتها رابا راهو في العرب ثم ثلاثه بلدان قطر والامارات ومعناتها المغرب اللي عندهم دي تورنوا اي تي بي واضح ومعناتها دبليو تي يعطيك الصحه بدر الدين شكرا لك على التدخل نتاعك حنربط مع الكلام اللي كنت تقول فيه مدام سلمى كيفاش نزيدوا على الدورات الكبرى في 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 تونس والله الدورات الكبرى راهو لازمهم ساعه بريميرمون اون كراند انفراستركتور معناتها اليوم بو بارلي دان تورنوا دوتي دو 500000 دولار والا 250000 دولار بون ا بار لو تنس كلوب aujourd'hui et puis la cité في المنزة avec des gradins à revoir avec معناتها اليوم احنا كجامعه عاملين في استراتيجيه نتاعنا انا باش ننظموا دوره كبيره ان شاء الله اخر 2020 مش ساهل باش ترقى الدات مع لا تي بي تو نحكي انا وعزيز ومش لازم ترقى سهل ترقى الدات مع دبليو تي ا مي سي اون دي استراتيجي دو لا فيديراسيون احنا اليوم استراتيجي الاولى هي انها جامعه تونسيه للتنس تكون عندها البنيه التحتيه نتاعها الملاعب نتاعها اليوم انا نكري في التيرانات من عند السيتي معناتها اللي اليوم عندك ترى عندك زوز لاعبين في التصنيف العالمي هذا وبزلت انا نكري في التيران كي عندي دوره وكل هذاك عليه منذ عندي خمسه شهور وانا نجري باش ناخذ تيران كاريا على 45 ولا 90 سنه اليوم ناخذ التيران اللي الموارد نتاعو باش تكون الجامعه التونسيه للتنس اللي باش يدخل برشا مواطن شغل اللي باش يخلي ولادنا يحلموا كل دونك اجوردي انا بفلوسي ما نجمتش نرقى شكون يعطيني تيران بون فما وعود من سلطه الاشراف ونحب نشكرهم كذلك فما وعود من بلديه المرسى اللي نحب نشكروا برشا سيد رئيس البلديه باش نهار اخر او موا كونت اون فا فير نوتر بروبر تيران نوتر بروبر تورنوا افيك ان كرون غرادان كل بيان سور حتى البنيه ما قرنش روحي بالمغرب كان نشوفوا معناتها مش مراكش نحكي سورتو غابا وين يعملوا للا مريم سي بوكو سي اون غراند انفراستركتور اي فو بوكو دو 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 سبونسورينغ وفي نبداو بالشالنجر 50 75 فوالا هذاك نجمو يعطيك الصحه خلينا نفهموا سي اش معناها الدوله الكبرى رفيق باش عباد تسمع الجوائز مجموع الجوائز احنا نقولوا في الليشال نتاعنا هذا من 75 50000 كيما تونس اوبن وانت طالع الفوق هذوما لي تورنوا اللي يجيبوا ملاعبيه عندهم نقاط باهيه وكلاسمون باهي ولعبه تفرج فيهم ونجموا ندخلوا منهم الفلوس اليوم مش معقول حيواني رياضي يتعمل في 2001 مع كلماتش وقتها كان سليم اسفر وبيان كسر وبعد عاود نرجعنا 2005 لعبنا في كاس افريقي نتفكر اربع خمسه جرون ماتش لعبوا فيه حاجه توجع القلب معناتها تران كيما هذاك سنترال شو نجموا نعملوا منه نجموا نعملوا برشا حاجات
دونك انا نرى مدام سلمى معناتها كونه ال 50 75 الف دولار ولو انه بالتهاوي نتاع التهاوي نتاع الدينار بارابور لورو او الدولار لي بودجي قاعدين يغلاو، ولكن نجموا خاصه الفيدراسيون لازم يكون عندها دوره نتاعها نتاع 50 75 الف رجال نتصور خاطر المردوديه اكثر، نجم يجيب منه الفلوس وينجم عنده فيزيبيليتي ولي عنده تقليد كيما تونس. ان شاء الله ان شاء الله احنا سي نوتر استراتيجي قدرة ربي 2020 خاطر يمكنوا نلعبها ورشحة عزيز نجم يعطينا. انت كي تلعب انت تو بريفير به مهمين دورات تاعت برقة مهمين برشا يعطيوك لاكسي هذيك الخطوة الأولى يعطيك صح. ولكن انت مثلا نقول قايل مثلا كيما سنة تونس اوبن شنو اللي زادك تورنوا كيما هذاك؟ كيما قلت دورات برقة سي ان بروميي بالي معناها سي لو بالي اول بالي في اول بالي في الباركور بروفيسيونيل نتاعي معناها يعاونوا برشا. اما انا تو باريزوم لوبجيكتيف نتاعي سي ديسي شهر وزوز ما عادش نلعب كاين لي تورنوا اللي دوتي اقل حاجه 50 000 دولار معناها هما لي تشالنجر. دونك ذاك الاوبجيكتيف تاعي ا كور تيرم معناها ديسي ان موا دو موا. دونك شنو اللي نلعب دورات اللي او مينيموم دوتي كيما تونس اوبن. دونك كي نبداو عندنا دورات ريكا في تونس بالبيعه سي ان بلوس انورم باش نجمو نلعبو في تونس وقدام جمهور في تونس وكل شيء. دونك حاجه سي ان بلوس سي ان بلوس كبير لينا احنا نجمو ربحنا برشا وقت زاده. اخر بريكه في الحصه نتاعنا اليوم تعرف شي معنا فيق الهلكه رفشي رفيق حكينا قلنا يلزم في التنس يكون عندنا اون بلانيفيكاسيون استراتيجيك وبرشا تسمع في الرياضه يقول لك يزن استراتيجيه وما استراتيجيات اون ديفيني نحاولوا نعرفوا علميا شنو معناتها ان بلان استراتيجيك في الرياضه. المخطط الاستراتيجي دونك يخدم على المتوسط وبعيد المدى مويان لون تيرم ما بين عامين حتى لاربع سنين جينيرالمون في الرياضه ناخذوا السيكل اولمبيك اربع سنين هو يمثل البعيد المدى. بلان استراتيجيك فيه قيم دي فالور رؤيه اون فيزيون مهمه اون ميسيون ثلاثه حاجات هذوما بالنسبه لاي جامعه ولا نادي مهمين باش يعطيوك الديبار نتاع ريفليكسيون استراتيجيك. ما تنجمش تحكي على استراتيجيه وما عندكش دي فالور. شنو هما الحاجات اللي تامن بهم؟ رؤيه تغزر من هنا لاربع خمس سنين وين تحب توصل؟ شنو هي الفكره المشروع نتاعك؟ ومهمه شنو قاعد تعمل؟ ساعات فما فيدراسيون دي كلوب مش عارف شنو قاعد يعمل. حاجه يظهر سؤال سهل مو صعيب برشا. اون فوا ركحت ثلاثه حاجات هذوما يلزمك تو ديفيني اهداف. اهداف اربع خمس سنين وساعات حتى 10 سنين في السبور اللي هو يتعلق اكثر بالانفراستركتور 8 10 سنين. وبعد فو ديفينيسي دي استراتيجي. عندنا انواع استراتيجيات في الرياضه. وبعد يلزمك اون فوا حطيت استراتيجيه، استراتيجيه وحده ما تكفيش، يلزم دي بلان داكسيون يكونوا ان موان تيرم وبعد يوليو دي بلان اوبيراسيونيل ودي بلان اكور تيرم اللي هما نعبروا عليهم اكثر بالميزانيات. دونك هذوما الكل يحدوا حاجه اسمها العرض الرياضي لوفر سبورتيف. معناتها انت اي جامعه ولا اي نادي يكون عنده قيم رؤيه مهمه اهداف استراتيجيات وخطط عمل متوسطة المدى. هذا كله مع بعضه اسمه البلان استراتيجيك. يلسو فيه واحدة من ليزيليمون هذوما ماهيش موجودة، دونك أنت ماكش قاعد تعمل في البلانيفيكاسيون استراتيجيك. دونك هذاك مستوى أول. شكون يتلا بيه البلانيفيكاسيون استراتيجيك؟ هو رئيس ورئيسة الجامعة ولا رئيس النادي في مستوى عالي. معناتها أوترومون دي تو سكي نتاع كل يوم خدمة كل يوم ما يدخلش فيها رئيس الجامعة ولا رئيس النادي ولا رئيس الجامعة. أكثر يخدم على الحاجات لي شونتي الكبار. سبونسور ديفلوبمون تاع لونترينمون العلاقات مع لونفيرونمون العلاقات مع الوزاره ودونك ال ديليغ ولا ال ديليغ. دونك البلان استراتيجيك بعد يخلي حاجه اسمها البلان اوبريسيونيل ويخدموا مع بعضهم اون كورديناسيون. اخر العام نعملوا التقييم اللي هو يمشي اون ميم تو ولا يصير تقييم من بعد. يعطيك الصحه رفيق. كلمه المستوى العالي وملاعبيه النخبه كلمه تعاودت برشا اليوم في الحصه نتاعنا رفيق. خلصنا مدام سلمى، هل انه عندنا الفنيين اللي نجموا يوصلوا الملاعبيه التوانسه للمستوى العالي هذا؟ سؤال باهي، سؤال في مكانه. اليوم باش نصنع بطل كيما حكينا على البنيه التحتيه، كيما حكينا على استراتيجيات، اليوم نحكيو على المدرب اللي هو ان دي مايون فور باش تصنع بطل. والله باش نكون صريحه ما عندناش برشا مدربين، عندنا شكون عندهم الليفل 2 اللي هو اعلى دبلوم في التنس، مي اليوم نجم نقول لك عندنا خمسه مدربين نجموا يصنعوا ابطال معناتها يشدوا دي كاتيجوري كيما عزيز ما في الاعمار نتاع اقل من 12 واقل من 16. عندنا الحقيقه مدربين كف اللي اليوم قاعدين يصنعوا في الابطال نتاعنا اللي كيما شفت عليه ما رانيه مدرب تونسي كيما الطفله هذه اللي نحكي لكم عليها etc. باغ كونت كي باش نحكيو على لي جوار بروفيسيونيل اليوم نجم نقول لك عندنا ثلاثه اربعه يجمو مي جوسكا سارتان نيفو يجمو يخلطوا حتى 300
400 عالميا ومن بعد يدوا باسي ان باليي سوبيريور اللي ما عندناش اللي من بعد ما عندناش. دونك اليوم اكثر تكوين اكثر رسكلا اكثر احتكاك. وعلاش ليه نعطيو زاد الفرصه المدرب التونسي لانه مش يحتك وش يدرب لاعب في التصنيف هذا. احنا قبل تشوف مالك جزيري رناه وليد جلالي رناه فارس زعير اون جابر رناه انيس بوشليكا رناه وليد جلالي رناه عندنا مدربين توينسا شكري بن عمر رنا شيراز عادل ابراهيم رنا جواري. دونك عندنا دي جو دي انترينور كي بوف الي تري تري لوان افيك دي جوار مي سا ريكير بوكو دو مويان اي سا ريكير بوكو دو ستاج دو فورماسيون اي دو ريسيكلاج اللي نحن اليوم ما نقبلوهش. معناتها لهنا سي اون كيستيون دو مونتاليتي مي في الاعمار اقل. معناتها قبل ما نحكيو بالي نتاع لي جوار بروفيسيونيل اون ا دي انترينور دو ما تري كومبيتون في صلب النوادي نقولوا في الجهات عندنا برشا مدربين قاعدين يصنعونا في الابطال. فما مدربين يقريو في كور بارتيكولي وياخذوا في الشهر 3-4 ملايين تعرف هذه؟ مالوغوزمون. يا خويا انت قلنا. اي في التنس موجود. هذا موضوع بتاتر مش يكرهوني برشا ويسبوني برشا كذا ما يصيرش. فمدربين فما اولياء يسوبر ميت اليوم باش يخلص 4-5 ملايين. مدرب انا اليوم ضد هذا الواقع معناتها. ما فهمتش بالبيع جد فهمتش. معناتها اليوم عندك علاش نقول هذه في الكوتي هذا يقلق شويه التنس معناتها كيولي انسان معناتها بو موش من سارتان معناتها نيفو معناتها سوسيال ما ينجمش. فما اليوم مدربين يخلصوا 4-5 ملايين وفما مدربين يبداو في النوادي 20% من مخه في النادي يخدم الكومبيتيتيف وكل شيء والبقيه في الكور بارتيكولي ما يصيرش خليه يتغش. انا حليناها نو سي لو كون بروبليم. وهذا هو رفيق انا جو سوي كونت مي مالوغوزمون بو ريان ما نجمو نعملو شيء. لازمك تحسس رؤساء النوادي انه المدرب ما يجم يعمل كور بارتيكولي الا بعد ما يدرب اليوم ولا يجي يدرب مع السته ولو ليه انت تعمل بارتيكولي انا نعم اليوم قد ما حاولنا نوقفوا راهو كبير 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 للاخر ياخذ ثلاثه وياخذ اربعه. ودونك شحاجته بكفاءات وحاجته بالريسيكلاج وشحاجته بالفورماسيون كي تعملها له الجامعه. انا الجامعه جايه جايبه اكبر مؤطر من الجامعه الفرنسيه للتنس في المرسى باش نعمل لا فورماسيون. Tu vas voir qui va venir participer. Il dit qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Moi, je suis un homme qui a des statuts, qui a des articles qui ont des droits. Mais هنا يظل بشي جي نهار انا متفاهم رؤساء النوادي كاداره فنيه كجامعه عندك في الجامعه عندي الحق مدربين نتاعي ما يرانيوش. واضح يعطيك الصحه. عزيز قبل ما نختم معك حنسالك كلمه في كلمه الختام نحب نعرف شنو هي طموحاتك انت وين باش تقدم بالنسبه للمدى القصير العام هذا والا حتى المدى الطويل؟ لا طموحاتي المدى القصير ان شاء الله ندخل في 300 لوانين اخر السنه و الانتر وفي زابل هذا كيفاش؟ نجموا معناها نشوفوك في 300 لوانين. نتصور انا نامن بروحي برشا وتوا باش نبدا 100% بروفيسيونيل دونك نتصور عندي لي موان باش نوصل لوبجيكتيف تاعي وان شاء الله ا موان لون تيرم ان شاء الله لوبجيكتيف تاعي نكون باغمي لي 50 بروميي في العالم. انا من بروحي ملي صغير من بروحي هذاك هو الحلم نتاعي دونك باش نخدم على روحي وباش نعمل لو ماكسيموم باش نحقق الاهداف نتاعي. لازم نلقاو دي سبونسور يمنوا بينا يعاونونا باش نجمو نوصلو لوبجيكتيف نتاعنا. هما زادا تنجم تكون ريوسيت كبيره اليوم هما باش يكونوا طلعوا ان شامبيون ملي هو صغير تلهيو بيه في الباركور نتاعو الكل مش كان كيف يوصل يجيوك دونك نتصور سي تري امبورتون. بالطبيعه نشكر ساعه مي سبونسور نتاعي اللي هو بودوس وسي عزيز زهير وزاد بابولا اللي عاونوا فيا في الماتيريال تاع التنس ولا فيديراسيون اللي معاها كونترا. اما ان شاء الله لازم نلقى دي كونترا ودي سبونسور حد اخرين باش نجم نتعدى ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه وبالتوفيق ليك عزيز. شكرا ليك مدام سلمى شرفتنا اليوم بحضورك. شكرا ليك رفيق الارقام يفضلك. اكيد راحه مستحقه باش تكون في شهر رمضان ان شاء الله. ان شاء الله كل واحد تعطينا الاضافه نرتاحوا شويه به. يعطيك الصحه شكرا ليك. احنا نتقابلوا كالعاده في زون ميكس نهار السبت من 4 ل 5 نتاع شويه اكسبريس اف ام. ميتون اكسبريس اف ام تزيد في القيمه. تو دروا مرحبا بكم في تو دروا. كما كل يوم وليد برحومه ومتر صالح دخلاوي محامي مختص في قانون الاعمال نحاولوا تبسيط مفاهيم تهم المؤسسات الاقتصاديه مفاهيم قانونيه بالاساس. على مود نحكيو على مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره. حلقه اليوم باش نحكيو فيها على اجره اعضاء مجلس الاداره. متر هل انه اعضاء مجلس الاداره يتلقاو رواتب او يتلقاو مقابل على عملهم؟
هو الحقيقة أعظم استدارة ما يتلقاوش رواتب وإنما يتلقاو اللي نسميوها منحة حضور.